أولا نشكر السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء على اهتمامهم بالقرى المحرومة من الخدمات. نشكرهم وربنا يقويهم على إقوام مصر. النهارده حاج رئيس الوزراء بيزور البلد عندك، دي حاجة ما حصلتش من 150 من مليون سنة. إن حد يجي يزور البلد دي، بلد مش على الخريطة خالص. كده وجود السيد رئيس الوزراء لزيارة نوه دي حاجة تشرف القليوبية كلها. طبعا الرئيس السيسي هو صاحب الفضل الأول والمقام الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى. رئيس الوزراء بيفتتح عندكم مشروعات النهارده، انت رأيك ايه في الكلام ده؟ والله دي حاجة كويسة جدا، الحمد لله ان احنا عشنا وشفنا مبادرة حياة كريمة بتنفذ عندنا مشاريع كويسة جدا، والحمد لله يا رب دايما في استمرار، وحاجة كويسة جدا والله.